أيام التشريق ثلاثة وهي الحادية عشر والثانية عشر والثالث عشر من ذي الحجة سميت بذلك على المشهور لأنهم كانوا يشرقون فيها لحوم الأضاحي بمنى فينشرونها ويبرزونها للشمس لتجف وقيل غير ذلك وفي كل يوم من أيام التشريق يرمي الحاج بمنن الجمرات الثلاث الصغرى فالوسطى فالكبرى وهي المعروفه بجمره العقبه فيرمي كل واحده منها مع دخول وقت الظهر بسبع حصيات متعاقبات يكبر مع كل حصاه فيرميها قائلا الله اكبر فيرمي الجمره الصغرى التي تلي مسجد الخيف ثم يتقدم فيقوم مستقبل القبله قياما طويلا فيدعو وهو رافع يديه ثم يرمي الجمره الوسطى ثم ياخذ ذات الشمال فيقوم مستقبل القبله قياما طويلا فيدعو وهو رافع يديه ثم يرمي جمره العقبه وينصرف ولا يقف عندها ولا يدعو فاذا لم يتيسر له طول القيام بين الجمار وقف بقدر ما يتيسر له احياء لهذه السنه التي تركها اكثر الناس ومن انتهى من رمي الجمار في اليوم الثاني عشر فهو بالخيار ان شاء تاخر فبقي في منى لليوم الثالث عشر ورمى الجمار مع وقت الظهر وان شاء تعجل فنفر من منى قبل غروب شمس اليوم الثاني عشر والتاخر افضل لانه فعل النبي صلى الله عليه وسلم قال تعالى واذكروا الله في ايام معدودات فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه ومن تاخر فلا اثم عليه لمن اتقى فاذا نفر الحاج من منى وانتهت جميع اعمال الحج واراد السفر الى بلده فانه لا يخرج من مكه حتى يطوف بالبيت طواف الوداع ويجب ان يكون هذا الطواف اخر شيء يفعله بمكه فلا يجوز البقاء بعده ولا التشاغل بشيء الا ما يتعلق باغراض السفر وحوائجه فان اقام لغير ذلك وجب عليه اعاده الطواف ليكون اخر عهده بالبيت قال ابن عباس رضي الله عنهما كان الناس ينصرفون في كل وجه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينفرن احد حتى يكون اخر عهده بالبيت